كابتن محمد مشرف ومنور، بهنيك على اللي بيقدمه الاتحاد الموسم كامل وحتى هذه اللحظة، وأيضا هذه المباراة الرائعة اليوم أمام طلائع الجيش. حبيبي يا كابتن كريم، أولا أنت وحشني كتير والله، وحشني يا كابتن. أنت أخ عزيز بعتز بيه تماما يعني. وبقول يعني إجمالا الحمد لله، طبعا الأمور ماشية بشكل رائع جدا، ويمكن انت حضرتك اتكلمت على الاستاذ محمد مسلحي، وهنا بيت القصيد. استاذ محمد مسلحي قول عليه زي ما انت عاوز، محب لنادي الاتحاد، ابن نادي الاتحاد، من جمهور نادي الاتحاد، قول زي ما انت عاوز. وانا قلت يمكن قبل كده، بعيد عن علاقتي بالاستاذ محمد مسلحي، علاقه اخويه قبل ما تكون علاقه عمل يعني، انا قلت دايما يا بخت اي مدير فني يشتغل مع الأستاذ محمد مسلحي، لا يعاني من أي شيء، نواحي مالية، استقرار إداري، استقرار فني، استقرار مادي، كل الأمور بتبقى متاحة. ومع شوية تنظيم اتعملوا هذا الموسم، الأمور مشت بالشكل الكويس اللي احنا شايفينه. لأن أنا يعني وجهة نظري يا كابتن كريم، إن معظم لاعيبة مصر قريبين في المستوى من بعض يعني، صحيح، وبالتالي ليه ما نطمحش وليه ما يبقاش عندنا طموح. وده اللي احنا بدأنا بيه اول السنة، اشتغلنا بشكل رائع جدا الموسم الماضي، نهينا اخر 5 مباريات، كنت موجود مع الفريق، وده يمكن سهل لنا المأمورية شوية. حطيت ايدي على كل النواقص اللي بيحتاجها الفريق، وقلت كده يمكن حاجتين. يعني قلت يعني انا مع احترامي طبعا لكل لعيبة مصر يعني، قلت الأستاذ محمد ولجنة الكورة كنا قاعدين عنده في المكتب، نمرة واحد، احنا مش عايزين لعيبة كانوا نجوم يجوا يعتزلوا عندنا يعني، يعني مش عايز اجيب حد مش قادر مجرد ان اسمه كان نجم او كان لاعب دولي يعني. صح. حاجات تانية والأهم، قلت لهم احنا عايزين نجيب لعيبة باللفظ والله يا كريم كده جعانين كورة. صح. وبناء عليها حطينا المراكز الشغرة اللي عندنا، جبنا لها لاعب واثنين بمواصفات معينة. وكان وقتها لسه ما تعاقدناش مع مستر زوران، قعدنا برضه شفنا السيفيهات، انا شخصيا زكيت الموضوع، هايل، ومجلس الإدارة ولجنة الكورة كانوا الحقيقة موافقين تماما، واخترناه برضه على أسس يعني. ما بنختارش لمجرد الاختيار أو ده سعره عالي أو ده سعره قليل. الراجل اشتغل في أفريقيا كتير، اشتغل في الجزائر، اشتغل، وأهم ما في الموضوع إنه خد بطولات دوري، 3 أو 4 دوري مع فرقة كريم غير مصنفة كبطلة. ودي نقطة أنا وقفت عندها كتير قوي. ممكن هسيبك تكمل يا كابتن محمد، بس يعني انا اشيد باللي بسمعه دوت، عشان احنا بقالنا سنوات على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات نقول يا جماعه، واحنا بنيجي نختار مدربين نختار بمعايير، ما نختارش بس عشان نشوف الراتب بتاعه كام، قليل ولا كتير، نحط معايير ونختار على اساسها. وهسيب حضرتك تكمل، بس دي نقطه في منتهى الاهميه، حبيت بس الفت نظر الساده المشاهدين ان حضرتك هتكمل في نقطه في منتهى الاهميه. دي حقيقة فعلا. وقيمنا الأمور، الراجل واخد بطولات مع أندية غير مصنفة، فقلت لهم ده الأنسب لينا، عارف طبيعة اللاعب العربي، اللاعب الإفريقي، واخد بطولات مع فرق غير مصنفة كبطلة. وهي النقطة دي اللي وقفت عندها كتير واتسألت فيها يعني إيه. قلت لهم ده دل على شيء، فهو بيدل على فكر مختلف، فكر خارج الصندوق، جهد كبير جدا بيتعمل من الجهاز الفني على رأسه مستر زوران عشان ياخد بطولة مع فريق غير مصنف كبطل يعني. صحيح. وتمت الموافقة وبدأنا على طول فترة الإعداد، وقعدت مع مستر زوران، ادي الفريق كذا كذا، لأن أنا كنت آخر واحد شغال مع الفريق، المراكز الشغرة اللي عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، جبنا مقومات معينة لكل لعيب بنشتريه، مش مجرد كريم، احنا السنين اللي فاتت مع احترامي يعني، يعني كان يعني بعض اللعيبه بتيجي لمجرد ان انا بسد خانه وخلاص. لا، وبصراحه واضيف عليها يا كابتن محمد، في بعض اللاعبين كانوا بيجوا عشان يختموا حياتهم في الاتحاد يعني، هم اللي يستفيدوا من الاتحاد اكتر ما الاتحاد بيستفيد منهم. صحيح. ودي اول جمله انا قلتها. صح. مش عايز نجم يجي يعتزل عندنا في نادي الاتحاد. صحيح.
وبدأنا نشتغل وتعاقدنا، ربنا وفقنا، ولأول مرة يمكن في تاريخ نادي الاتحاد الاسكندري يا كريم في خلال الأسبوعين بتوع فترة الإعداد قبل بداية الموسم ربنا كان مسهل الأمور وتعاقدنا مع كل اللعيبة ودخلوا معسكر، ودي فرقت معنا كتير قوي. تعرف المفاوضات مع لاعب ممكن تقعد يوم واثنين وشهر وفي الآخر اللاعب يهرب منك، صح؟ لا، ربنا كان موقف الامور. استاذ محمد مسلحي الحقيقه ودي كلمه حق، تحمل وحده كل تعاقدات اللعيبه الجدد واللاعبين القدام اللي كان ليهم مستحقات، فده الحقيقه لازم ادي الراجل حقه. يعني عارف يا كابتن محمد، انا دائما معجب جدا بالاستاذ محمد مسلحي، وانا لم التقيه في حوار اعلامي كده، هو اسم كبير طبعا وعظيم، بس انا معجب ليه؟ انه حتى لما اللي حضرتك بتقوله دوت احنا ما بنعرفوش، احنا كاعلاميين هنا ما بنعرفش انه الاستاذ محمد مسلحي راح دفع مستحقات لاعبين او راح اتعاقد مع لاعبين، يعني واحد غيره كمان بيعمل ايه؟ بيطلع على الاقل بين قوسين كده يصيط، انا يا جماعه انا اللي دفعت وانا اللي عملت وانا 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 وانا، حتى دي ما بيعملهاش. لا ومش هيعملها. صح. وانصحك تعزمه على برنامج. ده شرف ليا طبعا. ربنا يخليك. وانا انا بقول القليل من الكتير على فكره. صحيح. فاستاذ محمد الحقيقه يعني مسير النادي بدون اي مشاكل، عشان كده يمكن الامور ماشيه بشكل طبيعي. انت عندك يعني النهارده يا كريم بنلعب ما بدون اهم اثنين لعيبه في مركز حساس جدا، محمود علاء وخالد صبحي، الاثنين مساكين الاساسيين. يعني حتى محمود علاء دي وكنت جاي لك فيها يا كابتن محمد، انت كنت قلت جمله دلوقتي انه انا عايز لعيبه جعانه كوره. محمود علاء ده لاعب دولي ولاعب نادي زمالك وحقق بطولات وعمل انجازات، بس هو كان محتاج تاني فرصه زي فرصه الاتحاد دي، نادي كبير، نادي جماهيري، يظهر فيه بشكل زي الشكل اللي كان ظاهر بيه في بدايه لعبه مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر، فالاتحاد اداله الفرصه دي وهو بصراحه كمان ما قصرش. وده كان كلامي كتير مع محمود الحقيقه، ويمكن لما بلغني استاذ محمد مسلحي بان محمود هنتعاقد معاه انا كنت في منتهى السعاده، رغم ان محمود لاعب دولي ولعب سنين طويله جدا في انديه كبيره جدا، لكن بينطبق عليه مقوله جعان كوره لسبب انه عنده الرغبه ان يعود لمنتخب مصر، وانا اتكلمت معاه في النقطه دي الحقيقه، قال لي انا عايز ارجع المنتخب، قلت له هترجع بمنتهى البساطه. وده كان لعيب يا كريم الحقيقه نادي الاتحاد محتاجه بشده في هذا المركز. صح. اللي عانينا فيه على الاقل اخر ثلاث سنوات. وانا شاهد الاتحاد، معنا كنا في الاستوديو مع بعض، الاتحاد دايما كان مشكلته بتبقى خط الدفاع. السنه اللي فاتت داخل فينا 55 جول. صح. ده السنه اللي فاتت بس يعني، واللي قبلها كمان، واللي قبلها يعني. صحيح. فانا شايف ان الحقيقه طالما اشتغلنا بشكل منظم في جهد اتعمل بدراسه كامله، بنختار اللعيب بمقومات كذا، المدربين من كذا، فالامور ماشيه طبيعيه. كابتن محمد، ما قلقتش هو مروان عطيه بيرحل عن الفريق في يناير وهو واحد من الركائز الاساسيه في الفريق وانت ماشي بشكل كويس وهو واحد من اللاعبين المهمين، ما قلقتش ان الفريق يتاثر؟ لا بص، مروان ده من ولادي يعني، لكن ثقتي في اللعيبه اللي كانت موجوده يعني خلت مفيش مشكله خالص، والدليل واضح. انا من ساعه مروان مشي الامور ماشيه طبيعيه. اكيد مروان كان له مكانه كبيره جدا عندنا على فكره يعني، لكن هي بتبقى احتياجات وبعض الامور الحياه بتخص مجلس الاداره، لكن انا شايف مع اهميه مروان، لكن التاثير ما كانش واضح سلبي يعني، لان في لعيبه بتادي في هذا المركز بشكل رائع جدا. صحيح. مبلول النهارده عمل اداء رائع جدا يا كابتن محمد، كنت لسه بتكلم انه برقم قليل جدا الاتحاد قدر يضم لاعب زي ده، النهارده هو واحد من احسن المهاجمين اللي موجودين في الدوري، حتى لو ما كانش بيشارك كثيرا اساسيا، بس دايما مشاركاته مثمره جدا، سواء جه من على الدكه لاعب او ظهر بشكل اساسي. لا، ما بقول له الحقيقه، هو بعيد عن انه لاعب متميز جدا، على فكره اخلاقيا رائع فوق الوصف يعني. هاي. يعني عمرك ما تسمعه بيتكلم كلمه، دايما مبتسم، اللعيبه بتحبه جدا. هو لاعب بقى امكانياته غير عاديه يعني، هو بيفكرني بمهارته كمهاجم بالكابتن العظيم كابتن محمود الخطيب، لعيب مهاري جدا، مش عنيف،
هداف بالفطره، بيلعب بدماغه، رجله اليمين رجله الشمال، في كل مقومات المهاجم المتميز يعني. وبالتالي مابولولو الحقيقه عنده على فكره كمان احسن من كده كتير، عنده احسن من كده كمان، كتير كتير جدا يعني. مابولولو لا رائع الحقيقه. كابتن محمد، اخر حاجه، الاتحاد السكندري هيكمل للمربع الذهبي لنهايه الموسم، ولا شايف ان الامور ممكن مع المنافسه الكبيره ممكن نادي الاتحاد يبقى في منتصف الجدول؟ لا بص، يعني انا في البدايه قلت لك انا وجهه نظري ومقتنع بيها ان معظم لاعبي مصر قريبين من بعض في المستوى، دي نمره واحد. نمره اتنين، انا يمكن سالت السؤال ده قبل الموسم ما يبدا، فقلت احنا ماشيين بواقعيه عشان ابقى واقعي. ما الجمهور لما بيسمع اي تصريح من اي مسؤول الجمهور بيصدقه، فانا مش عايز اعشم الجمهور. يعني كان في سنين طويله قبل كده نكسب لنا ماتشين ورا بعض نقول هننافس على المربع الذهبي. لا، المنافسه جوانا بثقتنا في اللعيبه اللي موجوده، لكن في البدايه قلت خلينا بس نمحي الصوره السيئه بتاعت الموسم الماضي. عظيم جدا. ونبدا ناخد مباراه مباراه، لكن جوانا داخليا لثقتنا في اللعيبه ان احنا باذن الله يبقى المنافسه قويه جدا على المربع الذهبي، ونتمنى ان احنا الحقيقه نكون في المربع الذهبي، لان انا بتمنى المجموعه اللي موجوده دي مع مجلس الاداره مع الاستاذ محمد مسلح ان احنا يكون لنا نصيب في الكونفدراليه ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن محمد عمر، واحد من اساطير كره القدم المصريه، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ونفرح نفرح للاتحاد، نحب الاتحاد، نسعد بالاتحاد، وحال الاتحاد لما يبقى جيد نفرح للاسماعيلي، نفرح للمصري، نفرح لغزل المحله واسوان بيراميدز وفيوتشر، كل فرقه بتقدم اداء محترم ويقدموا لنا لاعبين مميزين زي اللي شفناه النهارده مابولولو، نبقى فرحانين ومبسوطين بطبيعه الحال. بطبيعه الحال تعاطفنا بيروح لانديه جماهيريه.